السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد ومراجعة الحبيب البطل اللي اتمنى انه ما يكون رفرنس لنا للبطارية في المستقبل، بنتكمل نفس هذه القوة في البطارية ولا نقارن معاها في المستقبل. يعني اذكر ان السنة راحت كنا نقارن ستيل بالايفون يلا بنا برو ماكس، كنا نقول البطارية ممتازة جدا افضل من الايفون 12 برو ماكس، لكن ابل هنا رجعت وفجرت كل شيء. هذا الجهاز اللي اتوقع السنة هذه راح يكون رفرنس الين السنة القادمة الين ما ينزل ايفون 14 برو ماكس، وان شاء الله ابل ما نندم ونشوف الايفون 14 برو ماكس وبطارية افضل من هذا برضو. لكن هذا بطارية خلاص، يعني حتى لو السنة القادمة اذا ابل ما سويت بطارية افضل خليك على نفس البطارية هذه، خليك نفس الاداء هذا. هذا الجهاز ما في بطارية، في جن داخل في اشخاص يستخدمون الجهاز، ما ادري يتوقع اربع اشخاص اثنين ينامون اثنين يشتغلون، ما ادري ما في سحر. يعني 4300 ملي امب باشخاص اللي بيغرون بالبطاريه بالملي امب، فجرت 5000 ملي امب يعني بساعه وشو تقريبا في الاندرويد. يعني في الاندرويد اذا قلت لي جهاز فيه 5000 ملي امب بقول لك اوه لا الايفون اقوى منه، بيقول لي ايفوني كم، لا ما يحتاج تعرف انا ايفوني اقوى منه خلاص شوف لك شيء ثاني في المستقبل اذا كنتوا بتغرون الملي امب بدون معالج بدون الاشياء الثانيه. لكن انا بكلمكم عن المعالج ممتاز جدا، هنا محافظه البطاريه بين ال 4300 وبين البطاريه ما يخلف الجهاز. يعني انا اللي قلت لكم على نهايه اليوم، يعني على نهايه اليوم بالنسبه لي يعني بعد 12 ساعه او 13 او 14 ساعه بالكثير من جلوسي لليوم، فيعني اجلس من 6 او 5 الصباح وانام على 9 8 9 احيانا الليل، البطاريه ما تطلع اللون الاحمر. يعني كرفت الجهاز مره الين وصلت اللون الاحمر، طلعت صورت فيه اتش دي ار، طلعت صور فيديو الايباد اير انطباعي للمراجعه قبل شوي، انطباعي للمراجعه صورتها كلها بالايفون والى الان دخل باللون الاحمر توه وحين في 20%. ما يحتاج اتكلم لكم كيف استخدامي له، بتشوفون الصور هنا لحق كل يوم واستخدامي اسوي سكرين شوت. جهاز استخدمه في كل شيء، يعني 120 هرتز شغاله، تحديد الموقع شغال، الشبكه شغاله، الاير دروب شغال، كل شيء شغال في الجهاز. والسناب شات فتح كثير ومعروف تحديد الموقع وصور سناب كثير، فاتمنى تضبوني سناب شات كثير، اصور سناب شات وبشكل كل شيء وتحديد الموقع جهاز مشي معي. الحرارة فيها شيء، يعني أبل إلى الآن ما حطت التبريد والأشياء الثانية، لكن في فرق في البطارية، ما أدري هل بعد 6 شهور راح نشوف إن الحرارة ترجع، لكن في فرق بالحرارة، في شيء هنا. يعني أسوي جيك بنش، أنا من النوع اللي أسوي جيك بنش كل أسبوع، والأنتوتو برضو حق البيت اللي نزلت كل شيء، هنا أسوي جيك بنش ألمس الجهاز مش ساخن، وما في يعني فتحوا الشركات اللي فتحت الجهاز ما في تبريد ما في شيء، في حركة مسويتها أبل هنا. ما ادري شنو في اوادم داخل يبردون ومسحون يكبون ثلج داخل، ما ادري شنو يسوون. وهذا مش معناته ان الجهاز ما يسخن، لا الجهاز يسخن اذا ضغطته. الجهاز تشوف يعني قبل ما يسخن انا اشوف الجهاز، اذا طلعت برا اذا شفت الشاشه ضعفت الاضاءه حقتها شوي اعرف ان خلاص الجهاز قاعد يسوي ريكفري، الجهاز قاعد يطفي الاشياء اللي راح ترفع الحراره. لكن ممتاز، البطاريه ممتازه، ال 120 هرتز موجوده، هل احتاجها؟ انا بالنسبه لي لا، ايه موجوده شغاله عندي اشوف السلاسه، لكن ما هي من احتياجاتي. 120 هرتز ما راح العب، ما ادري يعني بالنسبه لي اوكي موجوده واو، لكن وبعدين سلسه في الاستخدام اوكي، وبعدين ايش اللي سوى بس موجوده يعني اوكي. اشخاص يبون 120 هرتز لحق الالعاب ممكن موجوده هنا تفيدهم اكثر. جهاز ثقيل مقارنه بالايفون 12 برو ماكس، ثقيل والايفون 12 برو ماكس برضه ثقيل، لكن هنا اثقل برضه. انا قارنه بالايباد ميني، يعني امسك الايباد ميني احس انه هذا يمكن ايباد ميني مع الكيس يمكن اثقل شوي بالكيس، لكن ثقيل الجهاز، الجهاز ثقيل، بطاريه داخل الجهاز، يعني بطاريه ما ادري سوت قبل دخلت حصلت بطاريتين وحطتهم كذا مع بعض ما ادري السالفه. الكاميرات انا السنه راحت بقولها لكن ما قلت السنه راحت في الفيديو، لكن اكتب لكم تعليقات اقول لكم السنه هذه انت شاري كاميرا فيها جوال مش جوال فيه كاميرا. يعني السينماتيك مود، البرورز، البرورال اللي موجوده، الاشياء الكثيره دي ممتازه، لكن ابل بليز خلاص ملينا العفسه اللي موجوده تحت ننتقل هنا. بانوراما، البورتري، فوتوز، فيديو، سينماتيك، سلو موشن، تايم، ليش 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 وين وين احنا رايحين فيه؟ ليش الاشياء دي كلها تحت؟ انا استخدامي الطبيعي مش على الايفون برو، على اي ايفون ثاني خلاص خلي لي فيديو وصور، الصور فيهم الرو اقدر اطفي وشغلها، الفيديو تحط فيه لي اتش دي ار اقدر اطفي وشغله خلاص. الاشياء الثانيه سلو موشن الاشياء دي ما ادري صارت اشياء كثيره تحت، صار يعني تشوه بصري موجود اشياء كثيره تحت.
ما راح استخدمهم كثير انا يعني وقت ما استخدم سلو موشن اشياء دي انا راح اشغلات واشغلها لكن تخليني هني تحت ليش انا بشنين صور فيديو صور العفسه اللي موجوده في الجوانب ذي شوف لها حل في مكان يعني لازم يكون تنظيف يعني ابل سوت تنظيف قال لها دخلت الاشياء اللي موجوده هنا وتخش الاعدادات عام تنزل بتسوي ترانسفير تضغط هنا سوت تنظيف حق الكلام اللي موجود هنا خلتك اياه هنا كلهم داخل بعض هنا موجودين تحركات تضغط هنا وتشوفهم كلهم موجودين في الاي او اس 15 طيب هنا تشوف لك حل حق ذي الخيارات اللي اسبوع على ما اروح احصل الشيء اللي ابي لازم تشوف ايش حل فيه هذا كسوفت وير يعني ولا والايفون القديم تشوف برو حط لك ابل برورا هنا نزلت لك ابل برورز والسلو موشن والسينماتيك مود خلاص خف حطيهم نحتاجهم اوكي نحتاجهم لكن مش احتياج يومي فسكشن خاص فيهم يكونون ملمومين كذا فيه اوكي كلهم كذا موجودين مشكل كثير ستاينلس ستيل ما اقدر اتكلم لكم عنه ممتاز جدا انا استخدم الجهاز في الشحن بالماكسيف ما استخدمه بالكيبل ترانسفير كل شيء من جهازي القديم ايفون 12 برو ماكس الى هذا بالاي كلاود الى الان ما ركبت فيه كيبل فاتوقع نابل خلاص السنه الجايه سكري له اجيب انا حديده هنا احطه واحمل الجهاز اوكي سكري خلاص سكرتيه خلاص يكون فيه يمكن سبيكر كبير هنا مع مايك وهنا يمكن تقدر تحط السبيكر برضو فيكون حركه حلوه وبرضو السبيكر اللي قدام يعني هذا في فرق بينه وبين الايفون 12 برو ماكس اول حاجه هذا كبر ابل متى سقرتها سقرتها من الايفون 10 يوم حطت النوتش فصار هذا السبيكر بينهم كلهم هنا فابل سقرته شوي لكن ابل دفت في السبيكر يعني الصوت ممتاز مقارنه ال 10 او الاكس بعض الاشياء يسمونها مع الايفون 8 وال 8 بلس اوكي ممتاز الصوت هناك اكبر الحجم لانه ما في نوتش هنا رجعت كبرتها فاخذت القوه من الايفون يعني تخيل انك الايفون 12 او 11 او 10 او 10 اس او 10 ار نفس السبيكر هذا وكبرت لك اياه هنا هنا صوت في فرق في فرق الصوت السبيكر الامامي هذا في فرق هنا النوتش صغر النوتش لكن ابل سقرتي ما سويت اي حاجه يعني اوكي الايفون 12 كذا الايفون 13 كذا بس هذا فرق يعني كذا اسوي في الجبهه بس صارت كذا بس ما استفدت من شيء يعني اوكي صغر النوتش لكن هل النسبة المئوية حق الأشخاص اللي يبون النسبة المئوية طلعت؟ لا هنا المساحة يعني هنا بطارية أوكي شبكة أوكي أبراج كلهم بجهة واحدة والجهة الثانية الساعة يعني اللي بيشتري الايفون الحين بيهتم للوقت أكثر الأشخاص اللي عندهم ايفون يتأخرون في المواعيد حقيهم لكن يعني المسافة الكبيرة اللي هنا ما قدرت تحطين اي ام وبي ام يعني في هنا ثلاث أشياء هنا شيء واحد انا عارف بيطلع لك الوقت التنبيه لو حطيت الارم ولا شيء اوكي لكن بي ام واي ام اتوقع انه ما راح ياخذ مكان هنا الفرات القديمه فيه حطيها عادي يعني ما يحتاج اتوقع يعني اي ام بي ام بعض الاشخاص ما يتكلمون عنها والنسبه المئويه للاشخاص اللي يبونها بالنسبه لي من الجهتين يعني النسبه المئويه اوكي ممتازه واي ام بي ام برضو ممتازه يعني ابغى لازم ترجعين الشيئين هذه يعني مش واحده منهم فهذه كل حاجه حق استخدام الجهاز جبار الجهاز لو شريته راح تحس بفرق راح تحس بفرق كبير جدا اذا كان عندك ايفون 10 10 اس 11 ال 10 ار ال 8 الايفون 7 الاشياء هذه لو تشتري هذا الجهاز البطاريه تحس انه في 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 سحر في البطاريه هنا الجهاز كيف يستخدم البطاريه ما ادري كيف الايسم برضو الان حلو فيه انه في ايسم تنتين هنا هذا ستيب ثاني برضو قبل انه بتلحم مدخل الشريحه خلاص الايفونات القديمة تقدر تحط شريحتين في السيم كارد والايسم هنا لا تقدر تحط شريحتين برضو ايسم او سيم كارد وايسم ف السنة الجاية يمكن أبل تقول لك خلاص يعني اوريدي الجهاز شغل شريحتين شيل الشريحة الخارجية وخلي ايسم بس ثنتين ما تقدر تشغل ثلاث شرايح يعني ما تقدر تحط سيم كارد وايسم ثنتين لا يا ايسم ثنتين يا سيم كارد وايسم بس فهذه كل حاجة الجهاز ممتاز الشاشة ممتازة وخارقة وجدا ممتازة بعض الأشخاص يقول لك ليش أبل ما حطت الأولويز أون طبعا هذا الشيء براجع أجاوب عليه شخص سألني في سناب شات لكن راح أقول لكم إياه هنا أبل ما حطت الأولويز أون هنا صح ليش؟ صح كلامك ليش؟ خلينا نشوف الجهاز اللي أبل حطت فيه الأولويز أون هي ساعة أبل ساعة أبل هي اللي موجودة فيها الأولويز أون من الأبل واتش 5 لكن أبل واتش الريفرش ريت ينزل إلى 1 هيرتز هنا الريفرش ريت يوصل إلى 10 هيرتز هذا أقل شيء 10 هيرتز إلى 120 هيرتز تحديد إذا حطتك إياها الأبل في الجهاز الآن الأولويز أون كذا الجهاز وهو حد يوصل 10 هيرتز راح يصرف بطارية لكن كسوفت وير يعني هي بتنحط أبل تقدر تحطها لكن راح يصرف بطارية هنا ما أقول لك الأجهزة الثانية مش موجودة في الأندرويد موجودة الأجهزة الثانية فيهم
الاولويز اون لكن مثل سامسونج ترى ما يوصل الى 10 هرتز بس حطيت لك سامسونج. ابل ما تبي تحط هالشيء بدون هاردوير يدعم. الى الان البانل اللي حطيتها لك ابل هنا من الكاستم حق ابل هذه اللي يوصل من 10 هرتز الى 120 هرتز ما وصلت الى 1 هرتز. ابل راح تحط اتوقع يمكن في المستقبل تنزل لك البانل الجديده تكون فيها 1 هرتز كذا تقدر تنزلها لك ابل هنا عشان ما يصير بطاريه. الريفرش ريت مثل ما قلت لك لازم تعرف انه في الايفونات 13 برو 13 برو ماكس من 10 الى 120 هرتز يوصل. الاولويز اون ابل حطتها لك يوم وصلت 1 هرتز في ساعه ابل. فهذا الاختلاف ونشوف في المستقبل اذا ابل بتحط الاولويز اون في جهاز وتوصل ريفرش ريت الى 1 هرتز يعني يكون الاولويز اون بس لحق البرو اذا ما حطت ابل هذا البانل حق الايفونات العاديه. طبعا ابل تقدر تحطها لك مثل ما قلت لك الان سوفير عادي لكن بيصير البطاريه. ابل ما راح تحطها لك الا لازم يدعم هذا الشيء وشيء قوي راح يحطها لك ابل ويخليها يعني تتاقلم مع البطاري نفسه. فبس نهايه كجوال افضل جوال موجود السنه هذه في 2021 بالنسبه لي انا راح يكونون جهازين الايفون 13 ميني والايفون 13 برو ماكس واللي في الوسط لحق الاشخاص اللي يحبون الحجم الوسطي بالنسبه لي انا يا تاخذ كل شيء يا تخلي كل شيء 13 ميني 13 برو ماكس. ففي هذه الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه واشتراك حساب سناب شات رضواتكم وعمل لايك للمقطع عشان المقطع وتنسون تدعمكم. السلام عليكم.